بابا كان واحد من أقوى وأهم الرجال بالبلد، وبالآخر هذا هو المكان اللي رح يكون ملجئي. حاولت أشرح لك هالشي كتير من قبل، بس أنت ما سمعت. كل ما كتروا الناس اللي حواليك كل ما صرت وحيد، ولما تمر بظرف صعب ما رح تلاقي حدا منهم واقف معك وبده مصلحتك. أهلا وسهلا بنتي. ما تواخذيني خالي، علي رضا أصر علي. إيه برافو علي، لو ما جابك كنت رح أزعل. تفضلي فوتي لجوا. نورتي. خير؟ شو صاير لوشك؟ ما في شيء أمي، جرح ناكت. أمينة، علي رضا نبهنا لا تعامليها بطريقة مو منيحة. ليش لأعمل هيك حبيبي؟ مسكينة، ما بيكفي إنه ما ضل عندها محل تروح عليه؟ فوتي بنتي. أهلا وسهلا، نورتي بيتنا. شرفتي. شكرا لكم. أهلا وسهلا. كنت رايحة لساوي قهوة، كيف بتشربيها؟ رح ساعدك فيها لأنه نحن كتار. معقولة بنتي؟ أنتِ ضيفتنا، تفضلي قعدي، نحن منساويها. تعا شوي، بدي أحكيك كلمتين. خير صهري، في شي؟ ليك علي رضا، بدي منك تعطيني سلاحي. كلكن ما عم تكونوا هون، وأنا الزلمة الوحيد اللي عم ضل قاعد بالبيت. ليك صهري، هاي حسن ومجد وفريد واقفين برا، وفاتح وعبده عم يمشطوا الحارة. حسن ما عليه كلام، بس البقية بتعرفهم، بدك ياهن يحموا عيلتنا؟ اوعك تستخفيني، أنا بأيام العسكرية كنت صيب جناح الدبانة. سأل أختك إذا بدك. صهري أصلاً أنا أكتر واحد بيعرف إنه نيشانك ما بيخاوز، بس في نسوان قاعدين بالبيت أكيد رح يخافوا. ما أنا ظابطة، خلص انسى. انتوا استنوا هون فيكو. معلم صبري، شو هالاستهتار هاد؟ مانك حاطط الا حارسين على الفيلا؟ الوضع خطير كتير، ما عندك علم بهالشي؟ انت اطلع منا، هاي شغلتي الي. انا اطلع منا ما هيك؟ هاي ما معك حق فيها. حكمت بيك هو مشكلتي هلا يا صبري. هو يعتبر عمي، شرفه يعتبر شرفي، وعيلته هي عيلتي. براق لا تنفعل، خالدة مو هون. وينه؟ بمكان آمن. حكمة آغا قرر يحطها بأمانة علي رضا، حتى أنا ما بعرف وينه. تعال هون معلم، تعال لك. يلا تعال جردل، افتح صندوق، افتحه بسرعة. يا بيك حطه جوا. شو قال لك ولاد؟ ليش ضحك؟
ليش عم تضحك ولك؟ ضحكت على شغلة ما بتتعلق فيك يا بيك. شو اللي ضحكه؟ معلم فيكو، يلا عدلن الخمسة. معلم واحد اثنين ثلاثة أربعة. معلم هو قال لي ليك كيف قلعوا صبري يا بيك. هو هيك قال لك؟ ايه قال لي ليك كيف قلعوا صبري. معلم قلعني صبري بالضبط هيك. خد هي ان شاء الله تكون شفت منيح. لك انت شو عم تساوي براق؟ وانت شو دخلك؟ انت اطلع منا احسن لك. ديلك معي مرة تانية رح شيل ايدي عنك وما رح يفرق معي لا حكمات ولا حدا تاني. يلي ايده بالمي مو مثل اللي ايده بالنار. يلي ببوز المدفع هو انا. بس اتذكر لو ماني عم بدعمك ما كنت تقدمت ولا خطوة. ايه صح وانا ما بنكر، بس اذا عم تدعمني مو ضروري كل ما احرك حركة تجيبني تستجوبني. انت جبت لحالك البلا بسبب اللي عملته، لانك ما عم تفهم انه مسكت جابر باهمية المجلس. وانا لهذا السبب بالذات منعتك تلحق حكمة جوركان. لو اكتشفوا انه حكمة تحت المراقبة كانوا اختفوا فجأة. وبما انك فهمان اللعبة كل هالقد كيف بدك يعني امسك جابر بالله؟ بفضل هذا الزلمة. انت بتعرف هذا الزلمة مين بيكون؟ طبعا هذا اخوه لجابر وعم يتعفن بالسجن هلأ. اذا سلمتني اياه رح تصل لجابر. ولك يا ابني انت ما بتعرف شي عن هالزلمة بالمرة. هذا اسمه حذيفة، هو المعلم التاني بالتنظيم وبيعرف كل تفاصيل الهيكلية وحافظها عن غايب. قبل ما يمسك اسمه كان على رأس المطلوبين للدولة. وحضرتك هلأ عم تطلبني هربه من السجن اللي فيه. بتعرف هيك واحد شو ممكن يساوي بالبلد؟ وقداش له هذا الزلمة بالسجن؟ تقريبا سنتين. وبما انه بيعرف كل التفاصيل شو قدرتوا تعرفوا منه من سنتين لهلا؟ علي رضا انت لوين بدك توصل؟ اللي بدي اوصل له اني انقذ حياة حكمة جوركان. وجابر اذا بدك تمسكه ما رح تصح لك فرصة احسن من هي. رح نبادل هالزلمة مع حكمة. ولك يا ابني غلطة واحدة بهالطريق بتكلفك حياتك. سبق وقلت لي انه هالطريق كله خطير وأنا رح ضل عند وعدي. وإذا كنت ما بدك تخاطر ما بقدر أجبرك. ممتاز صحة الأكل طيب كتير تغذى وضعك مرتاح ممتاز ظريف الأكل. بدي أسألك أنت واثق أنه جماعتك رح يجيبوا أخي ما هيك؟ في شخص بوثق فيه أنت ما بتعرفه. قلت لي أخوك له سنتين بالسجن، ليش لهلا لحتى تحركت؟ خايف إنه يعترف عليكم؟
اشتقت له. والشوق صعب يا غالي، معك حق. انت عندك اخ صغير كمان مو هيك؟ اشتقت له كمان. ما بعتقد. ما كنت تحبه صح؟ واضح من الشيء اللي صار فيه. يا ترى انت مشتاق لمرتك واولادك؟ قلي شو هو اللي بتلاقيه احسن من وجهة نظرك انت، انه جماعتك يطالعوا اخي ويجيبوه لعندي، وقتها انت وبنتك رح تلتقوا، او اذا ما قدروا يجيبوا اخي وقتها انت وحرمك الكريم رح تجتمعوا سوا فوق بالآخرة بمكان كتير هادي ورايق. لهالسبب اذا ما صار اللي بدي اياه، انا بوعدك اني رح ابعت لكم بنتكم باسرع وقت ممكن، وهيك بتجتمع العيلة وبتنبسطوا كتير. حلوة الجماعة، وخاصة بالآخرة. فهمتني؟ جابر ما عنده نية يساومنا، مصر يشعل الحرب، مفكر بهالعملة رح يوترنا ويشغلنا بقصة تهريب أخوه ليوقعنا بشي فخ تعلب. غالب أغا معه حق، يمكن هاي خطته. بعدين كيف رح نقدر نهرب أخوه؟ معقولة يعني لنهرب من جابر بدنا نفتح حرب مع الدولة كلها؟ هلأ يمكن من البداية يكون جابر هو اللي فجر المستودع. من وين جبت هالحكي؟ أنت عرفان شي عن هذا الموضوع وما خبرتنا فيه؟ فكروا فيها واحسبوها، كم شخص بيقدر يهاجم مستودعنا بقاذف صواريخ؟ وبعد الحادثة فوراً جابر اتصل بأخي حكمت وقال له أنا أجيت، وبعدين طلب تعويض عن الضرر 50 مليون دولار، وفوقها بده يانا نهرب أخوه من سجن عليه حراسة مشددة. فهي صدفة برأيكم؟ عن جد ما بعرف مدحت. اللي بعرفه إنه نحن رح نهرب أخوه من السجن بدون ما يكتشف حدا إنه إنا يد بهالقصة. هالشي مستحيل. طيب خلونا لكان نقرا الفاتحة لروح حكمة آغا بلا ما نضيع وقت، ها؟ وإذا ضل حدا من بعدنا رح خليهم ينادوا علينا بالجوامع ويطلعوا بجنازتنا كلها. حبيبتي مو شرفتينا باجتماع. عندي كلام لازم تسمعوه. بدل ما تحبسونا بالبيوت مثل الفيران، ليش ما بتطلعوا لبرا مثل الرجال وبتحاربوا؟ ملك إذا حاربتوا بابنا مفتوح لكم ومنستقبلكم أحلى استقبال، وإذا صار لكم شي رح ندفن حزننا بقلبنا ونعمل حداد. بدل ما شوفكن هيك قدامي عاجزين وضعاف، فضل اني روح زور قبوركن. الكلام اللي عم تقوليه كتير كبير ست ملك، برأيي نحنا ما منستاهله. هذا ولا شي شيخ موس. ليكو حكمة آغا بالوقت اللي انتو ميتين من الخوف فيه
وعم تتخبوا مثل النسوان. هاي زوج المرحومة أختي راح لحاله وبدون ما يتردد لحظة وقف قدام عدوه وواجهه بقوة. إذا مات رح يموت بشرف، وإذا رجع رح يرجع مرفوع الرأس. لا تأخذوني، قاطعت اجتماعكم وأخذت من وقتكم. عن جد أنتي مرة قلبها كتير قوي ملك خانو، ما خفتي تفوتي بيناتهم وتحكي هيك؟ ليكي حياتي، ماضي هدول الرجال بعرفه كتير منيح. هنن أيام الشباب كانوا يرموا حالهم قدام الرصاص بس لا يعملوا سمعة، وبعد ما صار عندهم ثروة صاروا يتأمروا على الرجال تبعهم ويلبسوا ثياب غالية ويلموا حواليهم نسوان. نسيوا أصلاً وفصلهم، صدقوا حالهم أنهم رجال أعمال. لهيك أنا كل فترة وفترة لازم ذكرهم من وين أصلهم. الحمد لله على السلامة، نفدت من الانفجار بخير. أول شي رح أنقذ حكمة آغا وبعدين بحاسبك على اللي صار، مو نسيانك. وينها خالدة؟ قل لي وينها لروح جيبها. شو دخلك فيها أنت؟ اهتم بالشغلات اللي بتتكلف فيها وما عليك بالباقي. أنا حاططها جوا عيوني. مثل ما حميت أختك يعني. فضي المسدس براسك وبموت وما بسأل بشي. لا تختبر صبري يا ولد، لولا قصة حكمة آغا هلا ما كنت وفرتك من ايدي. بيان لك معي هلا إذا بتجيب سيرتها على لسانك مرة تانية ورحمتها بكومك بأرضك. غير الفيديو اللي بعت لك يا حكمة آغا، في عندك معلومات تانية؟ لا، إذا بتسمحوا لي أنا بقدر هرب الزلمة من السجن. خير إن شاء الله، كلنا منحب الزلمة الغامض بس مو بهالسهولة القصة. شو عم تهرب عروس من عرسها؟ لو ما رح تزبط معي بس أنا بدي خاطر وأعملها. إيه بس أي غلط هون بيعني نخسر حياتنا. بدك يانا نترك حياتنا بين إيديك أنت؟ أنت كم مرة هربت حدا من السجن من قبل يا علي رضا حتى تحكي بهاي الثقة؟ مدحت روق عليه شوي، خلي يشرح لنا شو هي الخطة. منبعت له خبر على أساس أنه من أخوه جابر، منخليه يقول للشرطة أنه رح يعترف بالمحكمة، وقتها رح ينقلوه على المحكمة فوراً ليعترف وعلى الطريق بيتهرب. اي بس مين رح يقنع الزلمة مشان يعترف؟ أنا رح أبعت له خبر، لأني بشتغل بالأسلحة
هيك بيفهم انه الخبر من اخوه يعني. منيح الخطة، بس اي غلط بصير بالتنفيذ ومننكشف انه نحن ورا هالقصة منكون وقعنا حالنا بورطة نحن بغنى عنها. ما تاكل هم الشيء ابدا، رح نظبطها وكأنه رجال جابر هربوا. منحضر فيلم المساء؟ قلت لك بدي روح على بيتي. منحضر فيلم سوا ومنتسلى شوي وبعدها بتروحي. ماشي. فتون؟ شو عم تعملي عندي؟ أنا يلي كان بدي أسألك نفس السؤال، أنت شو جابك لهالمكان؟ فتون ضيفة عندي لأنه بدي إياها تكون بأمان أكتر. فتون هذا آخر مكان ممكن تكوني بأمان فيه، بقدر أحكي كلمتين معك على جنب؟ رح أترككم لحالكم. ليكي، إذا كنتي عم تعملي هيك مشان تعانديني، ليش بتضل مفكر إنك محور اهتمام الكون كله؟ فتون، أنتي عصبتي مني لأني سحبت الدعوة. شو اللي تغير وجابك لعند هالجماعة؟ انت حلفت انك تنتقم على رضا، شو اللي تغير وجابك لهون؟ مين اللي قالك اني تخليت عن انتقامي فتون؟ بس انا تخليت عنك. وتخليتي عن حالك كمان؟ هي هي الحياة اللي بتليق فيكي هون؟ شو دخلك؟ شو إلك علاقة حتى تتدخل بحياتي؟ تخليتي عن حالك كمان؟ بصفتك شو عم تسأل هالسؤال آه؟ بصفتي حدا بيعرف قيمتك منيح وما بده يشوفك ندمانة مع الوقت. أنت هيك جاوبتني على الأسئلة اللي براسي، بتمنى أكون قدرت جاوبك كمان. علي رضا وينك ابني؟ مجد جنبك شي؟ نحن ناطرينكم على العشاء. أنا بالموقف يا مو، مجد جاي لعندي في عنا كم شغلة. تعشوا أنتوا لا تستنونا. ما بعرف شو بدي أقلك، بس عملت شيبسي على العشاء مشان تاكل الدكتورة من أكلاتي الطيبين. معناتها رح خلص شغلي وإجي ركض وأنتي شيلي لي حصتي على جنب. ماشي تكرم عيونك، الله معك. أسيل شيلي حصة لخالك على جنب. ماشي ستي. علي رضا بيحب هالأكلة كتير. كأنه قلتي اسمها شيبسي، هاي أول مرة بسمع فيها. إيه، نحن هيك منسميها، بس أنتي أكيد بتسميها شي اسم أجنبي مو هيك؟ أمينة أكلة طيب، أخذها الخصلة من إمها، بس نفس ماما رقية شغلة تانية. دوقي لشوف طيبة ولا لا. يسلموا ايديكي خالي رقية، هي اطيب اكله باكلها بكل حياتي لهلا. نهال كانت تحب هالاكله، كانت تقلي اذا طبختيها كل يوم باكل. ليكي بنتي، اذا كنتي متعاطفه معي لاني خسرت بنتي بقدر اتفهمك كتير منيح، بس اذا عم تلومي حالك فانتي غلطانه. بصراحه انا حاسه حالي اني مذنبه، مو بايدي. لا انتي ما الك ذنب، السبب واضح للكل.
والله بيعرف إنه ولا مرة لمتك على اللي صار. لبقى تلومي حالك لو سمحتي. من الإذن أنا لازم روح ضبضب المطبخ شوي. ما أكلتي شي، راح أسكب لك. علي رضا. إيه أخي، ليك ناقشيني. أهلا وسهلا عدو. خير شو في؟ بدنا نهرب زلمة من السجن. أوه. نعم؟ باشا، أنا ما برفض لك طلب، بس بالدولة أنا ماني هون بلوب. عمي حسن، إذا ما تدخلت في موظفين دولة رح يموتوا. إذا ما عملناها براق أرسوي رح يعملها. برأيك رح يشفع أرجال الشرطة يلي هلكوك حياته؟ ما فهمت علي رضا، مين هاد؟ وليش لحتى نهربوا؟ حياة حكمة آغا وخالدة وحياة كل أحبابنا بين إيدينا نحن، ولهيك لازم نهرب أخو واحد كتير مهم من السجن. برأيي يعني حاجة تسألوا أسئلة مانا ضرورية أبداً هلأ. لازم تسألوا سؤال واحد بس، أخي كيف رح نهرب هالزلمة من السجن؟ تفضل، شرف صاحبنا. هلا حسن وفريد، ليش دايما بيختفوا لما بيجي هالزلمه؟ دايما بنقرنب قدامه، بس هالمره رح امسح لك الحاره روحها رجعه فيه، تفرج لالله. قول لك خالد اني ناطره، لا تخليني دق الباب، بدي احكي معه. ما حدا بده ينزع مراقب بشوفتك دادا. انا واقف تحت بدي اقول لك شيء بخصوص ابوكي. براق، إذا جاي تعمل مشكلة فهلأ مو وقتها. هدول العالم عانوا كتير بسببك، لهيك روح من هون قبل ما يرجعوا يشوفوك. وأنا كمان عم عاني من وجع غياب خالدة. بعرف إنه ما بيهمك، بس قلت لازم خبرك. شو صاير لك براق؟ أنا رح موت من الخوف على بابا وأنت هذا اللي هامك من الموضوع كله؟ لك ما عندك ضمير أبداً؟ ما بيهمك غير حالك ومشاعرك والباقي ماله مهم؟ ما كفاك اللي صار؟ شو لسه بدك؟ من حديقة أبوكي. هدول من الوردات يلي زرعهم بإيده شخصيا. قبل ما يدبلوا رح رجع لك أبوكي بخير وسلامة. وعد مني إلك. أنا إجيت مشان حاول هدي لك بالك. Thank you.
شوفي، لازم توقع على هالورقة. ومين بعتها؟ بس تقراها بتعرف. لك شو عم تساوي؟ بتروح وبتقول للي بعتوا الرسالة أنا ماني ندمان على أي شيء عملته أبداً، فهمت؟ وإذا بدهم ياني أعترف فمستحيل. رفقات أخوك بعتوني، هي آخر فرصة لتطلع من هون. ليش مين قال لك بدي أطلع من هون؟ ألو؟ شو هاد؟ تمام تمام. في شي بحير. شو هو؟ ما بده يطلع من حبسه. كيف يعني؟ شو هذا جن كأنه؟ عم يتدلل علينا كمان؟ ليش ما بده؟ هيك وصلني الخبر، قال ما بده يطلع من الحبس بنوب. أيوة أخي، كأنه هذا الزلمة جن على الآخر، مو معقول اللي عم يعمله. كيف يعني ما بده؟ أكيد في إنا بالقصة. أهلين ابني، الأكل جاهز، لأقوم سخن لك. خالدة وينها؟ خليني أشوفها بالقبل. خالدة كانت متضايقة شوي، جهزت لها غرفة نهال وهلأ عم ترتاح. طيب رح شوفها. شو كيفك؟ منيحة. قديش كان عمرك هون؟ إدهاش مدري 12. نهال كانت حلوة كتير هي وصغيرة. وكتير ذكية. كانت بتعرف تعزف على البزق؟ هي لا، بس أنا كنت أعزف، وإلي زمان كتير ما عزفت. طيب ممكن تعزف لي شي مرة؟ لقيت طريقة خالدة، رح أعمل اللي بدهم إياه، وأبوك رح يرجع بخير وسلامة إن شاء الله. شكراً لك. ما رح تستجوبيني؟ ما رح تسأليني كيف رح تعمل هيك؟ مو أنت قلت لي من قبل إنه ما بتحس في داعي تسأل شخص بتوثق فيه؟ وبتعرف إنه شو ما عمل رح يكون هو التصرف المناسب؟ وأنا بوثق فيك علي رضا.
أنا لازم رد. شو بدك؟ شريكي خطتنا فشلت. الزلمة مبسوط بالحبس. هلأ إجاني خبر منه إنه ما بده يطلع، هيك عم يقول. ليش حتى تستلم شي مانك قده؟ كيف؟ أنا مالي علاقة بنوب، ما بده يطلع، مدري شو صار له، أكيد في شي عم يخبيه علينا. قال ما بده يطلع، هو مبسوط جوا. ليش على كيفه الشغلة؟ أنا بحلها. وتاني مرة لا تاخد شي أكبر منك. شو صار معك يا نمر؟ ما قدر شريكك يقنع الزلمة ويطالعه من الحبس؟ شريك شده وكتير عليه، بدي مساعدتك. لا تاكل هم، طالما انت حاطط هالقصة ببالك اعتبرها محلولة. بعرف منيح كيف اقنعه، خليك على خطتك. أهلين وسهلين سيد مظفر. كيفك يا اسماعيل؟ بخير الحمد لله. صرنا زمان ما شفنا هالوش الحلو. ايه والله زمان كتير. خير؟ ليش ما بقى زرتني مثل قبل؟ دريت انه الاكل ما نطيب بالحبس. انت بس قلي شو بدك وانا تحت امرك، انا بالخدمة. اسماعيل، في لي صاحب بالحبس عندكن عم يقول مو مبسوط بالاكل اللي عم بتطعموهن يا. لهيك بدنا نعمل له اكلة على كيفها. بكرة الصبح بديك تعمل له عجة لحزيفة، وهي البهارات حط له منها، طاحنهم بإيدي. اوعك تخربت. حاضر. هلا أنا بس كرمال الشيء اللي صار معك اليوم ما حكيتك شيء، وقلت ما بدي زيد عليك يا مراد، بس هالبنت ما لازم تبقى بالبيت. فتون رح تبقى معي بابا. يا بني آدم، هلأ أنت عم تقول إنها رح تبقى معك، لا تنسى هاي محامية علي رضا بتكون. هالحكي قديم، هلأ ما إلها علاقة فيه. لك حتى لو ما إلها علاقة فيه، أنت مو شايف إنه وضعنا بهذا البيت ما بيسمح بنوب؟ لك كل شغلنا هون، ممكن تسمعنا وما حدا فينا بيعرف لمين ممكن تحكي. بابا لازم توثق بفتون. تعرف ليش؟ لا قلي لشوف. إذا فتون طلعت من هالبيت أنا كمان رح أطلع، وما بيهمني بنوب شو رح يصير فيني. وهلأ إذا أنت كان بيهمك سلامته لابنك فلازم توثق فيها. مراد، مراد، martılar ağlardı çöplüklerde biz seninle gülüşürdük martılar ağlardı çöplüklerde biz seninle gülüşürdük şehirlere Bombalar yağardı her gece Biz durmadan sevişirdik Şehirlere bombalar yağardı her gece Biz durmadan sevişirdik Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi çekip gitme Bırak da
sarılayım ayaklarına.